شكرا يا شريف بالراحة عشان لسه نايم. مهندس زين الحمد لله على السلامة، والله بركة إن أنت بخير. معلش تعبناكي معانا، تقدري تروحي. هو أنت كنت فين؟ خلاص يا شريفة. طيب، السلام عليكم. أنا هسألك تاني وعايزك تقولي كل الحقيقة مهما كانت بشعة، عشان لو عرفت إنك بتكذب عليا رد فعلي هيبقى أوحش بكتير. لو الكذب مش هيحل المشكلة يبقى هقول الحقيقة. أنت متجوز صباح؟ أيوة. أيوة إزاي يعني؟ إمتى وفين؟ آه معلش ده سؤال غلط. أنت تعرف تعمل أي حاجة في أي وقت من غير ما أي حد يعرف عنك أي حاجة. إذا كنت بتقولي إنك نازل رايح الشغل وكنت بتروح تدلس العيال في ملجأ، مش تتجوز عليا واحدة رخيصة زي دي؟ صباح مش رخيصة ولا غالية، صباح إنسانة. والله إيه ده؟ بتدافع عنها كمان؟ أنا بقول الحقيقة لأنك طلبتي مني إني ما أكذبش، بس واضح إن أنت اللي مش فاهمة الحقيقة. ما أفهمش، أنا غبية. خدني على قد عقلي. أصل أنا يا أخي في حاجة جوايا محسساني إن ده ما حصلش ومش عارفة ليه. ممكن تحكي لي كده حصل إمتى؟ إزاي؟ فين مثلاً؟ معلش معلش خدني قد عقلي. ما تقابلناش هنا، كنا في مدينة تانية. مدينة تانية؟ كان يوم من أيام الشتاء، كنت في الرملة فمهمة تبع إنرجي كو وخلصت بدري. الدنيا كانت بتمطر والجو كان برد، وبالرغم من كده حسيت اني عايز اطلع على البحر. الشط كان فاضي والشمس كانت بتغيب، ومع اخر شعاع للشمس شفتها كانت جميله قوي. عارفه ساعتها حسيت بيه؟ اطلع بره، اطلع بره بيتي، اطلع بره روح لها. انت سامعني ولا تحب الم عليك الجيران؟ لا ما احبش كده. يبقى امشي امشي لو سمحت، امشي امشي روح لها، روح لها، امشي اطلع بره. انت ما خسرتنيش بيتي وعيلتي، بس انت خسرتني نفسي وضميري. انا بعت الناس، بعت كل حاجه عشان خاطرك. ليه عملت كده؟ من غير اي سبب وبدون اي مقابل بعت ضميري. يلا امشي امشي اطلع بره.